السلام عليكم. رانا يوم الخميس 2 جويلية، رانا معاكم من كابيتال هيل. دوك راني بريباري، عطوني شويه وقت ندير الاعلامات ومن بعد نرجع معاكم. مرحبا بكم، غادي نعرفكم على الموضوع توت سويت ان شاء الله. اذا السلام عليكم مجددا، حميد معكم من واشنطن دي سي. يوم خميس 2 جويلية، دونك كما راكم تشوفوا رانا في الموعد كوم دابيتود. اون فا باسي اون اور انصام ان شاء الله. فوك جمعت هذا وفت تليفون. الله راكم تسمعوا فيا، الا ما كنتش تسمعوا قولي لي لو سون ني با بون اي جو في لو كوريجي. يلا بارك الله فيكم. وعليكم السلام امير، وعليكم السلام. نجاوب على الجماعه اللي راهم يسلموا. بي يحيى، وعليكم السلام. سبرينغ سعيد حموش،
خرجوا سجناء. الحمد لله الحمد لله، الانتصار الكبير قريب ان شاء الله. بونسوار خير. وقول لي، قولوا لي الا كان لو سون راه مليح ولا ما راهش مليح. الا لو سون ما راهش مليح قولوا لي ما راهش مليح، ولا قول لي سي بون. أناس خيرو، الحمد لله الحمد لله. لو سون اي بون، يفو مو دير اسكو لو سون اي بون. وعليكم السلام. تري بيان، اوكي تري بيان. دونك جو كونتينيو، لو سون اي بون جو كونتينيو. راهي سخانة هنا عندنا في واشنطن، شميسة. Yes, we hear you fine, Spring Jen. Thank you, Spring Jen. Shukran. Shukran. Maintenant, je vais brancher le chargeur taille, je vais mettre la batterie. Ça demande un peu de logistique, tout ça. Voilà. فوالا، السلام عليكم مجددا جماعة الخير. هذا حميد معكم من واشنطن. دوك غادي نعرف روحي باسكو كاين الناس جدد. سمعنا لي فوتو كنتو بزاف بزاف معايا. جي روسو بوكو دو ميساج اي بوكو دو دوموند دو كونيكسيون دي كيستيون اكسيتيرا اكسيتيرا. دوك غادي نعرف روحي مجددا، وغادي نزيد نعرف روحي في وسط الحصة هذه اللي غادي نفوتوها معاكم تقريبا ساعة. راهي 11:10 هنايا، 11:05 معناته التوقيت تاعكم راهي 4:05 عندكم تاع العشية في الجزائر. دونك اون باسي اون اور ا ببري اون اور بتات اون اور اي كار انسومبل. اون فا ديسكوتي ان تي بو دو حراك دي ديرني زيفينمون، اي او ميم طون اون ابورت لو سوتيان تاعنا للحراك من واشنطن pour le Hirak d'Algérie, ou le soutien pour nos prisonniers politiques, ou là pour nos... En fait, c'est pas des prisonniers politiques, ce sont des otages politiques. خليني نسلم على جماعة واحد واحد. سليم لوسيف، وعليكم السلام. خيرو جلال بالقاسم، اطلاق صراح سمير بن العربي الآن من سجن الحراش. الحمد لله، هذو كاع اخبارات ملاح. على كل حال هما يقدروا يديروا لها هذيك تاع اطلاق سراحهم، لانه البريزيدون شفع عليهم. حنا البريزيدون ما نستعرفوش به، الشفاع تاع البريزيدون هذا كاع خرطي في الخرطي، ما نستعرفوش بهم. هما اللي دخلوهم السجن، هما اللي خرجوهم، وهما ثاني يقدروا يدوهم للسجن غدوه من ذاك. دونك يديروا اي ملابسات انه يعطوا حجه باللي راهم حسن. السلام عليكم سليم لوسيف، بون كوراج حميد. شكرا. السلام ورحمه الله. قاده سلام، راني نجاوبكم واحد واحد سي جو بو. راني جاي مي ان بارابلوي هنايا باسكو التليفون مع السخانه على بالك لا باتري تموت. اذا مجددا انا حميد للو معكم من واشنطن دي سي. هذا يسموه الكابيتال هيل، هنا كاين مقر تاع الكونغرس. كل خميس صافي هذه 5 ولا 6 سمان راني نجي نوقف معاكم هنايا لمده ساعه باش نتكلموا على الحراك، نساند الحراك. علاش هذه؟ باسكو سا سي ان اندرو سيمبوليك، سا ريبريزونت لا ديموكراسي، سا ريبريزونت لي دووا د لوم، سا ريبريزونت لا ليبرتي ديكسبرسيون. هي ثانك يو، وي فايت فور الجيريا. دونك راني هنايا باش نساند الحراك. ما عندنا اي طلب للامريكان، ما ناش نطلبوا منهم يعاونونا، ما ناش نطلبوا منهم يتدخلوا في شؤوننا، ما نطلبوا منهم حتى حاجه. رانا نطلبوا منهم باش يوخروا من هذا النظام، انه لانه هما راهم يعاونوا النظام. احنا نطلبوا منهم انهم يبعدوا على النظام الجزائري بدون مساعده خارجيه. هذا النظام المافيا، هذا العصابه اللي في الجزائر تطيح في ظرف اسبوعين ثلاثه تمشي. هو
متاكلين غير على المساعدات الخارجية، ويقولوا علينا حنايا ايادي خارجية خونة والى اخره، لكن هذا ما يهمناش. كلمة اللي تجي من عندهم ما تهمناش، اون بي با اتونسيون، اون بريت با اتونسيون لي بارول تاعهم، مش مهم. المهم انا راني هنا ساند الحراك، كنت نوقف مع الجماعة كل السبت امام السفارة، بعدين افيك الكورونا حبسنا، وبعد صافي 4-5 سيمان جي كومونسي هنايا، وليت نجي هنايا لي جودي ونوقف ونجي معاكم ساعة وندير العلامات الجزائر راكم تشوفوا على مقر هذا البرلمان الامريكي الكونغرس، ونجيبوا الوقت. وراني نشوف باللي اخبار سارة راهم يقولوا اطلاق سراح السجناء، بارك الله فيكم، هذه سي اون بون نوفيل. اوكي صحاب تان ساوث، راكب في تان ساوث، السلام ورحمه الله. غايه كاع، شوف لا تكنولوجي، تان ساوث ديريكت واشنطن دي سي. رشيد وعليكم السلام، راني نسلم عليكم واحد. سام كبير وعليكم السلام، يوسف تواتي وعليكم السلام. حالي سلوي كي جي غاتي سي كو باسكو سي ديفيسيل دو لير سور ان بتيت اكران افيك الشمس هذه، مي جيساي دو افينوفا. عليكم السلام امير، يحيى، سعيد، كاع راكم هنا الحمد لله، الحمد لله. بارطاجيو وقعدوا معنا، نجيبو سام كبير وعليكم السلام، دونك نجيبو هذا الوقت انصامبل. دونك سيرتينمون يفون هاد لا ليبراسيون تاع لي تاع لي بريزوني، سي سا سو كونفيرم، سي سي فري، يفون سيرتينمون لا كوسيوني افيك لو 5 جويي. زعما غادي يقولوا باللي هما كبار، راهم عندهم حكمه وعيد الاستقلال، وغادي يديروا لا ليبراسيون تاع لي بريزوني. حنا هذا بو امبورت، حكمه تاعهم يخلوها عندهم. بور كومونسي ils avaient même pas le droit de les mettre en prison parce que دوك الناس يقولوا عليهم سجناء، سجناء الرأي، هذوك سي des otages، ils n'ont rien fait، ils ont fait aucun crime. هذوك داروا exactement واش راني ندير هنايا، وقفوا قالوا كلمة الحق هنا في أمريكا، نقدر نديرها. راك تشوف جي ان دغوا كونستيتيسيونيل، نقدر نوقف هنايا، ما كاش اللي يهضر معايا. او كونترير لا بوليس يجوا مرة على مرة ويسقسوا كي راهي الدعوة صافا، غير باش يستخبروا كيفاش راهي الأمور. Tant que tu le fais de façon pacifique, non violent, tu as le droit de le faire, je le fais. Je le fais pour l'Algérie. Il y a d'autres gens, ils font, ils ont d'autres causes, que ce soit nationale ou internationale. Ça, c'est leur problème. Minad, wa alaykoum salam. Damadji, wa alaykoum salam. Ba'atli, la libération des détenus. Allah yisalmak, Hassan. Je vais la regarder tout à l'heure. Barakallahu fik. Est-ce que tout le monde a été libéré? Madabikoum attendez l'information. Madabikoum attendez l'information. Donc, il y a la libération tard le 5 juillet certainement. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais le problème, les Rani Chef ma Nedam. Nedam, il utilise une tactique. Le domaine par la violence. ou le domaine des combats, nous appelons la tactique d'exhaustion, ta'abounas. Exhaustion tactique, ça veut dire que, par exemple, comme le système, il rentre dans le habs, il fait ça, c'est pour... exténuer le moral تاعك, le physique تاعك, parce que لو كنت قاعد في الحبس راك تتأقلم وراك تدير النضال تاعك, بصح مي تدخل وتخرج تدخل وتخرج يعيوك. So ils essayent d'utiliser cette tactique pour fatiguer le مناضلين تاعنا. على كل حال اللي خرجوا الحمد لله, مبروك علينا, مبروك على والديهم, مبروك على عائلة تاعهم, يشوفوا والديهم واتهم واتهم زواجهم واولادهم, والحمد لله حنا رانا فرحانين لهم. ولو كومبا كونتينيو ليبيري لي بريزونيي, سا توجور ايتي اون كونديسيون سينيكوانون.
avant même de commencer les négociations. Et d'ailleurs, on a pensé, on a parlé des négociations. On a dit ça, on a dit qui va faire négociation. On a dit que les gens ne sont pas au gars. Oui, ils ne sont pas au gars. 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 C'est-à-dire que il faut que maintenant le nidam le houa l'askar ma fiche taboun ou la riasa ou la hadika khorda faut que tu aimes mais elle compte pas. Donc les négociations, c'est des négociations directes entre le Hirak et l'institution militaire et les services de sécurité. Hadi il y a les négociations, les goules que nous sommes riasa ou des négociations ou le premier ministre, hadouk gars il compte pas. قار عن سلم على جماعة باش ما يمشوش باش ما يقوش باللي حسان عبد الحفيظ الله يسلمك حسين حميدوش راني قاع سلم عليكم واحد واحد حسان شكرا كريم باح حسان فايزة قاع نجاوبكم واحد واحد جي هاي جاي جاي جي اون فرونسي جاي ان انجلش هاي ام سعودن عليكم السلام نجاوبكم واحد واحد ومن بعد نكمل الهضره تاعي شويه معكم اليوم مالوريزمون ما عندناش لا ميوزيك باسكو لو تروك جي با ريسي ال بريباري مي خويا داك صاحبي احمد ما راش هنا ما جاباش معاه مي اون فا ريغلي سو بروبليم بلو تار دونك ا نوفو بيانفينو ويلكم c'est Hamid à nouveau à Washington DC. On est le jeudi le 2 juillet. راهي تقريبا 11 ربع توقيت المحلي اللي هي 4 ربع عندكم. غادي نقعدوا تقريبا ساعه ساعه وربع ensemble. On va parler de l'Algérie bien sûr, du Hirak. Donc راني هنايا tous les jeudis comme tu عارفو, tous les jeudis راني معاكم هنايا. Aussi je fais des live معاكم من المكتب le samedi à 6h de l'après-midi heure algérienne ou là 6h heure algérienne ou là c'est-à-dire 1h de l'après-midi توقيت تاعنا هنايا ثاني هذه السمانه il y a deux événements et je vais les annoncer à nouveau plus tard واحد هو انه يوم السبت عندي معكم feu d'artifice. Donc j'ai acheté des feux d'artifice, je vais faire la célébration le 5 juillet, le 4 juillet au soir, donc la veille le 5 juillet, dans un parc, dans un quartier Meshibid Aliya. Je vais faire, bien sûr, je vais mettre les drapeaux plus le feu d'artifice, probablement vers minuit taqam, donc ça va être un peu tard, minuit, 1h du matin. Les maqdarsh, de toute façon, ça sera enregistré. Et je vais rediffuser le lendemain dans la journée. هذه الأولى. يوم ال يوم السبت هذه يوم الحد مع الصباح غادي ندير une course à pied d'à peu près 5 km avec les drapeaux algériens bien sûr. انطلاقة غادي تكون quelque part maintenant peut-être derrière هذا le bâtiment هذا ندير انطلاقة غادي يكونوا معايا أصحابي نكونوا بالك 3 4 ولا نكون وحدي je sais pas. Des fois, les gens ne peuvent pas s'engager, mais normalement, c'est le week-end, ils pourraient venir. Et on va faire une course à pied, je vais la filmer, la diffuser en direct, donc vers les coups de midi, donc à peu près à 7h le dimanche à 6h de l'après-midi, heure algérienne, je vais faire une course à pied d'une heure, et on va courir le long des artères principales, Washington, photo à la Maison Blanche, on va une photo à le Capitol, le Memorial, le Mall, on va dire comme le Havre Lincoln Memorial. Donc, ça sera le dimanche. Le samedi, donc feu d'artifice, le tard dans la nuit, mais je vais vous montrer à 7h parce que la journée, il faut que je prépare le feu d'artifice et que je vais aller à ندير فيها دونك سا سرا طار دون لا نوي تكون عندكم مينوي في البلاد ولا ما قدرتوش تقدروا تفرجوها لو لوندما جو في كونتينيو نسلم على جماعه يحيى عليكم السلام عامر امير
قاع سلموا. وعليكم السلام. وعليكم السلام خيرو سبرينغ سلام. Donc je réponds à tous ceux qui envoient des salams, je peux répondre. Hourala, alaykum salam. Oum Rachid, alaykum salam. Ganjoukoum wahad wahad. Salim, alaykum salam. Hakim Amrani, alaykum salam. Donc je réponds wahad wahad. Ok, donc voilà, c'est à nouveau. راني هنايا سمعنا الخبر تاع لا ليبراسيون تاع لي بريزونيي. سا سي اون تري تري بون نوفيل الحمد لله. هادي ما شاء الله الحمد لله سي اون تري بون نوفيل. جيسبر كو سا سا با سا اوكور دان افنير انكور دايور. بيتيت كو ماتنون النظام راه حاس بلي لا بريسيون مونت دو بلوس ان بلوس اي كو ايلي طون دو كومونسي ا نيغوسيي. كان واحد لي ميساج جاوني من عند جماعه ولاو يقولوا باسكو الحراك لازم يستخف لازم. اوكي كاتيا وعليكم السلام. دونك جيساي دي ريبوندر ا تو لو موند. الا تمشوا للوراء لي زيفينمون تاع ولا الحراك نهار اللي بدا لو 22 فيفري 2019 ما كان حتى واحد ما كان يستناها خاصه النظام. ايزون ايتي بري دو 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 بار سوربريز. اوكي دونك هذاك المرة بدات في خراطة ومن بعد تربعت الدعوة وكبرت ومشات لألجي ولي غروند فيل وما شاء الله لو سود لاست لو ويست. مادنو افيك لو كورونا بيان سور اون ا بري لا ديسيزيون كي ايتي اون ديسيزيون ساج كونتخيرمون او ريجيم كي لوي ا بروفيتي بور ايسيي دو ساكي لا ريفولوسيون. الناس حنا في الجزائر بارتو اون ا ديسيدي باش نحبسوا هذا الاحتجاجات. Maintenant, en Amérique ou surtout en Europe ou en France, les gens ont eu avec force la semaine dernière, le week-end dernier, des احتجاجات كبيره وراهم قرعوهم باللي هذا لو ديمونش هذا كوم سا كويسيد افيك لو 5 جويي اي كونت فير دي غراند 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 مانيفيستاسيون او نيفو دو باري. الناس ولاو يسقسوا يقولوا اسكو هذا الوقت مع الكورونا كاسكو بو فير اكسيتيرا. انا عطيت مون افي انا قلت باللي الحراك اي تان موفمون ديسونتراليزي سي بور سا كو النظام ما قدرش يسيطر عليه وانه سي لوكال وانه لي ليدر تاع الحراك متوزعين في كل منطقه تاع البلاد وهما اللي يقدوا ينسقوا مع الشعب ويعرفوا وقتاش يخرجوا. بيتات كو ماتنون جوستمون vu les conditions actuelles, قرر نجاوب على محمد الطيب وعليكم السلام. نجاوب على واحد الناس et je continue ma présentation. Donc كيما قلت لكم peut-être maintenant la reprise, vraiment la reprise, le coup de pied à la fourmilière va être donné à partir de Paris. Peut-être, peut-être que qu'à Paris maintenant, le Jali et le Jazaïri à Fibériz, les devants, le pôle position et ils vont aider à redynamiser le Hirak et après ça va se propager à partir de là-bas. Peut-être, je ne sais pas. À Washington, on n'arrive pas à vraiment s'organiser pour différentes raisons, mais ça a toujours été le cas parce que on a une petite communauté. Mais peut-être le salut viendra de Paris, de la région de Paris, mais عند الجزائريين اللي مقيمين تما في فرنسا هما qui vont donner le coup de départ et peut-être à partir de là le Hirak va redécoller à nouveau. Ou là, peut-être une autre région qui va prendre le dessus et elle va prendre le lead, comme on dit. Attends, j'essaie de salam ala jama'a wahad wahad. Il y avait un message très intéressant, Jani Lyoum, une nas kanu gassro, galaka. واش تفكر في
الدستور هذا اللي راهم يهضروا عليه اكسيتيرا. ان طونك سي سي جيتي كيكان دو شوفان كاع خلينا من الديسكور هذا تاع 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 كونستيتيسيون هذه خرده تاعهم تتفصل صا توجو ايتي ان شيفون. Ils n'ont jamais donné de l'importance à la constitution, ils diront pour la forme, mais ils n'appliquent pas les lois qu'ils ne comprennent pas. Bon, Anna, je pense que ce n'est pas une priorité, c'est une sorte de. Pour une sorte de chose pour occuper un petit peu la scène politique, mais le peuple ne va pas faire autre. Je pense qu'il faut qu'on reparte sur le principe de l'Etnahaouga. Et que le système tel qu'il est, il n'est pas possible de faire quoi que ce soit. Un ami a dit oui, mais on a des compétences, et vous faites des choses pour influencer. On ne peut rien influencer de l'intérieur. On ne peut pas avoir l'influence de l'intérieur. Donc ce qu'il faut faire, il faut se dire que le système va de manière multidame. On fait des négociations avec le pouvoir est vraiment rahakam les rentes de la blade ou من تما الله يسهل من تما لما اسمه الحراك ياخذ زمام الامور وتقوموا بنظام جديد اسم الله نقدروا نتكلموا على اسمه على le futur تاع البلاد كل ماما. On ne peut pas négocier avec des gens qui veulent nous imposer leur manière de faire, leurs conditions, etc. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire les choses. À ce moment-là, on commencera à construire et à voir l'avenir de la blade. On va voir le management parce qu'on vient juste de commencer. سعودي وعليكم السلام ياسين وعليكم السلام يسقط حكم العسكر يوسف وعليكم السلام نعم هل لابد أن نقوم بتأطير علنيا تأطير الحراك؟ هذا سؤال مهم جدا. تأطير الحراك لو لم يكن فيه تأطير في البداية ما كان الحراك يقدر يتنظم. لكن التأطير يسفي de manière informelle. Je pense parce que on a un pouvoir qui est tellement brutal, il comprend que la violence. Il avait essayé de pousser à organiser زعما هذا الحراك de manière officielle et formelle pour identifier tous les leaders et à ce moment-là quand ils sont identifiés ils يحكمهم ويحبسهم هذا هو ce qu'il a fait il a le pouvoir avait pensé que هذوك السجناء c'était des leaders et بلابيهم الحراك راح يتكسر mais ils se sont rendu compte que c'était faux الحراك عنده un leadership qui est décentralisé et je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour annoncer des figures nationales pour différentes raisons. L'aula هي قضية الأمن لأنه لما يكونوا وجوه وطنية معروفة تتفق عليهم الناس أنهم الحراك سهل على النظام أن يحبسهم ويتأمر عليهم وإلى آخره. الثانية مسألة ثانية اللي أنا خايف منها أنا هو أنه إذا عملت تمثيلية للحراك بطريقة يعني منتظمة وتعترف ببعض الأشخاص لازم نكونوا متأكدين أنه الأشخاص اللي راهم مع الحراك ولا اللي يمثلوا الحراك ولا يكونوا يتكلموا باسم الحراك يكونوا نزيهين وفريمون تكلوا عليهم انه لو بوفوار ما يدورش عليهم ما مانيبيليهمش ولا ما يجبرش عليهم حوايج بور فير دو شونتاج ولا بور لي مانيبيلي ولا بور لي ولا بور افوار دو لانفلونس سور دونك سي بور سا سي سون لي دو ريزون كي فون كو الحراك
pour le moment, c'est difficile d'avoir une représentation officielle par le Hirak, surtout dans le Bled. Quand est-ce qu'on va pouvoir faire la représentation par le Hirak? Je pense que le bon moment pour moi, ce que je pense, c'est que quand le Hirak reprend la forme Tao d'avant le Covid-19, quand le Hirak reprend une position de force, troisièmement, à ce moment-là, il y aura des figures qui vont émerger. Il y a quelques semaines, avec une analyse que j'avais en fait copiée d'un autre activiste algérien, qui est engagé et celui qui est là et donc avec le temps Hadou, les leaders ils vont se dégager parce que à des chevaux qui sont capables d'ailleurs on sait il y en a je sais pas de nom parce que je mets gauche ici des noms on connaît quelques figures nationales qui sont de facto des dignes représentantes à l'Hirak. D'autres figures, elles sont locales, qui m'agoutent comme parce que le système d'Al-Hirak il est décentralisé. On a le quartier, on a le quartier, on a des animateurs, on a des animateurs qui peuvent animer le Hayam. Et il y a aussi des leaders politiques algériens. Quoique vous savez ce que je pense des partis politiques, mais je fais une très très grande distinction entre les partis politiques algériens et les militants, les Houma, qui et ils supportent le Hirak, mais en leur nom personnel, parce que les partis politiques ne savent pas que les gens ne le Bled. Yassine, wa alaykoum salam. راني نجاوب عليكم واحد واحد اذا شفت بلي كاين واحدين تاني جدد جاو اذا مجددا انا معكم حميد للو من كابيتال هيل مقر الكونغرس الامريكي نجي هنايا كل خميس صافي 5 ولا 6 سمان نجي هنايا كل خميس نجيب العلامات ونوقف معكم على المباشر لمدة ساعة نحكي معكم عن قضايا الحراك واش صار في البلاد واش صار الحراك كيفاش راه ماشي دونك اليوم راني وحدي حتى احمد ما جاش لانه مشغول سي اكسكوزي دونك باس اون اور اي نجي معكم قصرة على الحراك الناس راهم يشوفوا راني نسلم des fois il y a des touristes qui passent par ici où ils se questionnent c'est quoi le Hirak ou Shara Komendiro donc on essaie d'expliquer la chose هذا اللي راني نديرها هنا voilà semaine dernière fait scan la musique mais اليوم j'ai un problème avec la musique on va régler ça la semaine prochaine inchallah d'autres personnes qui arrivent Job Islam Malika, wa alaykoum salam. Je prends le. Ok. Donc, à titre de rappel, les deux rendez-vous les Andi Ma'akoum cette semaine, c'est le samedi soir. Ça sera tard dans la nuit Andi Konfiblad, vers les coups de minuit. Andi Ndir Ma'akoum le feu d'artifice. Les Ma'akadrouch Ishoufou le lendemain. Et le dimanche, vers les coups de. Vers les coups de midi, c'est-à-dire 6h, je vais faire une course à pied à 5 km et je vais la filmer en direct et je vais courir le long des artères principales de Washington DC. Je ne sais pas si vous arrivez à le ressentir à travers l'écran, mais il y a une chana qui est en train de se faire. Wa alaykoum salam. À peu près c'est 30 degrés. Il y a un peu de vent, donc ça va. La brise Harry, je suis à la car, mais il n'empêche qu'il fait chaud. Il y a aussi l'humidité, c'est pour ça que j'ai pris
لا بتيت شيميز بس فوق التيشيرت تاعي ما يضربنيش الريح مع العرق. فوالا يسعد وعليكم السلام. مرحبا مرحبا. vraiment il y a plus de monde aujourd'hui. toutes les semaines le nombre s'agrandit, il y a plus de participants. Je reçois beaucoup de messages, donc je réponds personnellement à tous les messages et des fois je groupe tous les messages et toutes les questions et les commentaires on jawab alayhom le samedi. Mais had samedi hada ma عنديش معكم هذيك الحصه تاع الوحده تاع العشيه ولا تاع السته تاع العشيه, mais نتلاقاو في الليل. Donc les questions hado peut-être la semaine d'après, la prochaine, en fait la semaine prochaine ندير معكم حصه اخرى اللي فيها à partir de mon bureau et là on discutera un petit peu des derniers développements تاع الحراك. J'essaie de voir s'il y a d'autres messages, d'autres gens qui disent salut باش نجاوب. عليك يسعد رباح وعليكم السلام. Voilà. Donc la grande nouvelle apparemment, كاين واحد مشى لي لا فيديو قال باللي il y a les prisonniers politiques qui ont été libérés. Alhamdulillah, مبروك علينا, مبروك عليهم, مبروك على الفاميليا تاعهم, رانا فرحانين. J'espère qu'on aura la liste de tous les otages qui ont été libérés. Alhamdulillah, ça c'est une très très bonne nouvelle. Ceci dit, rien ne change par rapport à ce qu'on pense du pouvoir. Le pouvoir Hagar li habsom a commencé, ils n'avaient pas le droit de le faire, ils n'avaient aucune preuve contre eux. C'était des animateurs et des activistes Talhirak. Non violents, ils ont fait des activités non violentes, donc التأثير هو مؤثر, هو اصلا كما قلت لكم الحراك لو كان الحراك قبل اولا قبل كل شيء هي فكرة, هو نموذج, هي ما نقولش ايديولوجيه لكن هي فكره وطنيه. هذه اولا. التمثيل ما يحتاج التمثيل الان, لكن لابد من التمثيل من بعد لما يكون فيه تفاوض, يكون فيه تفاوض مباشر بين النظام وممثلين للحراك. التاثير الان هو حتى انتم الناس au niveau individuel, كل واحد يقدر يدير حاجه, تقدر تهدر au niveau de la famille ولا صحابك ولا احبابك, تهدروا على الحراك, تعرفوا الناس بالحراك, شنو هما مبادئ الحراك, كيفاش الحراك يمشي, تقدروا ديروا دي ريسيرش باش تتعلموا الى اخره. اذا هذا يدخل في اطار التاثير حتى باش الناس كاع اللي مساندين هذه الفكره الوطنيه هذا يكونوا سور لا ميم باج باش هكا تكون عندنا فكره واحده. هذا اذا من التاثير. وقلت لكم قبل هذا انه انا اؤمن بانه سيت ان موفمون ديسونتراليزي لا مركزيه, معناته ما فيش اداره وطنيه تحكم على كاع ممثلين ولا مناضلين تاع الحراك. اذا يكون محلي في كل بلاصه, يكونوا جماعات ils sont connus naturellement, c'est des leaders معروفين في الساحة, الناس تعرفهم وثق بهم وهما اللي أطروا الحراك على المستوى المحلي. التمثيلية راح تجي مع الوقت لما تكون مناقشات وتفاوض مفتوح مع النظام. الناس تقول لك لا يتنحوا قاع, نعم يتنحوا قاع, لكن لما نتكلم بالتفاوض معناته باش يتنحاو بطريقه منتظمه, باش ما تكونش فيه فوضى, باش ما يكونش فيه خلل, باش ما يكونش فيه فراغ. حنا نعرفوا التجارب الاخرى اللي صرات وهذا ماشي مليح, حنا ما نبغوش هذا الجزائر. نعم النظام ولا هذا العصابه استولت على المؤسسات الوطنيه ومؤسسات الدوله, لكن مؤسسات تبقى مؤسساتنا حنا. والان المهم هو لما تكون فيه نقاش وتفاوض على انه هذا النظام يمشي ويخلي الشعب يستولى, اذا المؤسسات تاني نفس الشيء فيه نخب
وفيه قدرات على المستوى الوطني في المؤسسات المدنية والعسكرية اللي راهي مساندة الحراك واللي راح يتخذ الحراك وراح يتخدم مع الحراك إن شاء الله. إذا التأثير والتمثيلية ما يجوش فورسيمون en parallèle ou là ensemble. Le ta'thir now, il se fait maintenant de manière informelle, peut-être un petit peu pseudo-désorganisée, mais ça s'organise. Et ça a marché, ça fait plus d'un an et demi, ça marche. Et il faut prendre des initiatives. Ça peut être des initiatives individuelles et tu groupes les gens là avec toi. Après le temthiliya, quand il y a le temps de temthiliya, تاع الناس اللي معروفين على المستوى الوطني اللي يقدروا يدخلوا في نقاش مباشر مع النظام. احمد ودني مرحبا، رابح مرحبا. اذا نسلم على جماعه احمد ودني مرحبا، راه نسلم عليك. لواج يورز ان ترافاي ريماركابل، ميرسي بوكو. وعليكم السلام، شكرا. لو ترافاي ريماركابل سي فو، سي فو سي لو بوبل، نتوما اللي راكم تعانيو اكثر في بلاد، نتوما فوز ات اكسبوزي. سليم وعليكم السلام، فوز ات اكسبوزي او دونجي، فوز ات اكسبوزي او ريسك. حنا هنايا سي فري كو اون جوي دون ليبرتي ديكسبرسيون كي اكستراوردينير. عندنا هذا لو دووا كونستيتيسيونيل. Et je profite pour que le peuple algérien profite du droit constitutionnel. Donc, puisque je peux le faire, rani ntkellem ou عندي الحق نتكلم باسم الحراك. كاع عندنا الحق نتكلموا باسم الحراك. اي حركه، اي شيء بوزيتيف ايجابي تقدروا تعملوه للحراك ولا للجزائر ومستقبل الجزائر والديمقراطيه وحريه التعبير، ما كاش اللي يجي يقول لكم انت واش دخلك في الحراك، انت ماكش. انا نمثل الحراك وهذاك اللي راه يخدم الحراك يمثل الحراك، والشعبي ولا المواطن الاخر اللي راه يساند الحراك يمثل الحراك. اذا يا با ديكسكلوزيفيتي، ماشي واحد يقول انا وحدي ولا واش دخلك، كاع نتكلموا باسم الحراك. ماتنون كونت يساجي دي نيغوسياسيون ديريكت مع لو بوفوار، هذيك حاجه اخرى، اون لو فغا دون لافينير ان شاء الله. بور دير باللي برافو على الخدمه تاعي، انا بلا بكم ما انا تاني بلا بكم je suis rien, je suis juste un individu qui m'a tout mal. Moi, j'ai hénaya le jeudi, j'essaie de faire d'autres actions. J'ai écrit quelques articles sur l'Algérie que j'ai publié. J'ai fait des vidéos ma'akoum. Je fais des fois des commentaires sur la télévision, etc. Donc, j'essaie de contribuer autant que je peux. Rani ndir khadma ta'i, comme je suis éducateur, donc je fais beaucoup dans le tahsis. Pour sensibiliser les gens. On a besoin de sensibiliser, on a besoin d'éduquer. مثلاً طريقة اللي تديروا بها الحراك تكون طريقة، اسمحوا لي، طريقة منتظمة سلمية. Il faut encadrer هذاك الحركة تاعكم. شفت واحد الجماعة خرجوا في بجاية، ماذا بكم انتم أصحاب بجاية، راكم شرفتونا. Vous faites beaucoup beaucoup de choses positives. لكن لما تشوفوا هذوك لي جون يرميو الحجار و تو سا، ايسيي دونكادري هذوك لي جون. فوالا لونكادرومون تاع الحراك كيما يسفي. انتوما اللي بالعقلكم وعندكم الحكمه وفاهمين الدعوه كيفاش تمشي، لما تخرجوا ديروا هذاك الحراك وتشوفوا هذوك لي جون يبداو يسبوا، يبداو يقايسوا في لابوليس، يرموا الحجار، هذوك يفو با لي سيفير. سا سي تري 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 نيجاتيف. مهما عملت العصابه، استعملت القوه والى اخره، انتم ما تجاوبوهمش. لويزا وعليكم السلام، اسماعيل وعليكم السلام. نحاول نجاوبكم واحد واحد. جيساي دو ريبوند. بارك الله فيكم. حسن وعليكم السلام، راني نجاوبكم واحد واحد. جوست افيك مع الشمس كروشيت بارابلوي على الاخر، مي ما نقدرش نقرا. Un grand bonjour vous cousin. Merci. Merci. شكرا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. اذا مجددا حميد معكم من كابيتول هيل. هذا مقر الكونغرس الامريكي. راني واقف هنا مع العلامات الجزائريين. مساندة للحراك، هذه اقل شيء نقدر نعمله.
C'est une des participations, c'est un des moyens avec lequel je participe. Je fais d'autres activités et je ferai d'autres activités. Je suis en train de planifier et on va dire les deux activités pour l'immédiat. Donc, comme j'ai dit, c'est le jeudi prochain, Inch'Allah, jeudi Hada, donc après-demain, vers le coup de minuit, ta'akum, le Wahda ta'asbah, dimanche, Wahda ta'asbah, ou minuit, l'Ouqait al-Jazair, le samedi, rayhna amel le feu d'artifice, et donc, n'amelha, fi khatar al-Jazair, fi khatar 5 juillet, intidaran l'istiqlal al-thani. Et nous, Jazair, moujahidin ta'ana, والشهداء جابونا الاستقلال الأول من فرنسا لكن مالوريزمون فرنسا خرجناها من الباب دخلت من الشباك دخلت من الطاقة ولا من النافذة عن طريق هذه العصابة نعرفوهم باللي هما اللي خدموا للأيادي الأجنبية اللي راهي موجودة في الجزائر موجودة عن طريق العصابة اللي موجودة في البلاد من 1962 والآن الشعب راهي ناضل وبكل إيمان وإخلاص باش نجيبوا الاستقلال الزوج ان شاء الله ان شاء الله عن قريب راه يستقلوا اذا غادي ندير معكم لو في دارتيفيس كما قلت لو سامدي فير لي كو دو مينوي عندكم يوغا ان في دارتيفيس اي لو ديمونش السبت مع الصباح دو فير لي كو دو ميدي هنايا دونك 6 تاع العشيه تاعكم جو في فير اون كورس ا بيي مع جماعه من الجزائريين معايا هنايا On va courir pour sensibiliser, pour avoir une visibilité. Pour avoir une visibilité et aussi, j'ai reçu quelques messages négatifs. Les gens disent que tu as fait un chouma, tu as fait un fina, tu as fait ça. Absolument, on a fait un chouma, mais on a fait ça pour le nizam. Le chouma, c'est contre le nizam, contre l'isaba. Mais c'est un chouma contre le Jazair. C'est un افتخار pour le Jazair. Et là, الرأي العام الأمريكي يفهم هذه الأمور عندي حق دستوري نتكلم فيه ونستعمل فيه حق دستوري باش نتكلم على الجزائر وهذا يا سيمون دروا ما كاش يقدر يقلعوه لي إذا حشمت واحد راني نحشم في النظام الجزائري ما رانيش نحشم في الجزائر ولا الجزائريين أنا عطشت سمحوا لي الحمد لله اذا ا نوفو اون ا يو دونك هذيك لا نوفيل ان تري تري بون نوفيل اليوم قالوا باللي تحرير السجناء اطلاق سراح السجناء الحمد لله على كل حال مبروك عليهم مبروك على العائله تاعهم مبروك علينا كاع وان شاء الله العقوبه للاستقلال للشعب في الدومين تاع لي كونفلي هذا نعرفوا وريت لكم مره لا كورب هذيك تاع ليسكالاد دو لا فيولونس تطلع لفوق ومن بعد دي ليسكالاد تحبط لتحت ومن بعد تطلع لفوق سي كوم الموجه دي فوا يطلعوا الفوليوم ويتنقص اذا نفس الشيء راه يعملوا هذا النظام باش يبين روح القوه تاعو مثلا هي من ضعف لما يكون في وقت ضعف يطلق شويه الكورده كيما نقولوا باسكو عنده لا بريسيون لكن يستعمل حجج الاخرى يقول لك احنا رانا طلقنا الصراح لانه الرئيس شفع عليهم رئيس ما كانش مزور كما نقولوا احنا ما نعرفوش به هي اي انا شخصيا اي حاجه جايه من اداره مدنيه تاع الوزير الاول ولا الرئيس لا سا كونت با سي با او سي با او كي ديسيد معروفه هذه كل الجزائريين يعرفوها لا ديسيزيون جايه من عند العسكر اذا تحبوا تتناقشوا تحبوا تتكلموا مع الجيش كاش هذيك يقول لك هذا انتم ما تبغوش الجيش ودروك تبغوا تتكلموا مع الجيش احنا ما نبغوش الجيش بصح نبغوا الجيش هذا المؤسسه العسكريه تمشي من الحكم اذا لازم تتناقش معها تيوب لي جي دو نيغوسي معهم وهذيك نيغوسياسيون بارتيغس بيرسون تمشي مع الممثلين المدنيين تاعهم وتنيغوسي لا هذه كيما قال لك علاش هما داروا روحهم رب الجزائر اذا نتكلم مع رب الجزائر علاش نتكلم مع الخدام تاعه
هاو اللي راهم في المراديه يكونت با. دونك نعرفوا من بكري ان المؤسسه العسكريه هي اللي تحكم. اذا لابد الحراك لما يجي في المشاورات يتشاور مباشره مع المؤسسه العسكريه، ليس لانه المؤسسه العسكريه راح تشترك، بل راح تعمل مفاوضات باش تخرج، لانه هي الامر الواقع. الامر الواقع الان في الجزائر هي المؤسسه العسكريه لازم تخرج، هي سبب هذه المشاكل. لازم المؤسسه العسكريه تقوم الا بامور عسكريه في الجزائر، وما عندها حتى دخل في امور سياسيه ولا امور مدنيه. اذا المفاوضات تكون معهم مباشره باش يمشوا من هذاك المجال يخرجوا منه. احمد وديني سي فو بلي بارطاجي دون لي كوب. بيان سور جو في بارطاجي لا فيديو اللي رسلت لي، وجو في بارطاجي هاد لي بريزونطاسيون اللي راني نديرهم. مكاز رشيد اون لا اوبليي اي غاردي. اي والله يسهل عليه، الله يسهل عليه. قالوا نكاز ما خرجش. شكون هما كاع اللي خرجوا؟ اي نكاز بيانتو ليبيري ان شاء الله. ان شاء الله كاع لي بريزونيي يخرجوا، هادو كاع ولاد الجزائر، هادو كاع يستاهلوا، ما عندهم اوكان كريم. حنا اون بارل با دي ديلي دووا كومان ولا دي كريمينال، ولا ماشي نتكلموا على هادو، نتكلموا على السجناء تاع السياسيين، دوك اللي خطفوهم من ديارهم، هادو هما اللي نتكلموا عليهم ونساندوهم حتى يخرجوا من السجن ان شاء الله. وربما شكون يعرف، ربما هذا مؤشر لمرحلة جديدة وين رايح ندخل في مناقشات ولا في حوار مباشر مع هذا النظام، اي المؤسسة العسكرية. انا بس كاسكيطا باسكو الشمس بدات تقعر، راهي الشمس تاع بصح. شكون احمد الديني نايلة واتشينغ، وعليكم السلام. دونك لي سلم نسلم عليه. بارطاجي سي فو بلي، بارطاجي بارطاجي بارطاجي. دونك ا نوفو غادي نكون معاكم يوم السبت هذا الجاي ا مينوي ولا 1 دي ماتان تاع ديمونش توقيت الجزائر، اللي نعمل فيها في دارتيفيس مع العلامات تاع الجزائر احتفالا ب 5 جويليه، عيد الاستقلال الاول. انا نسميه عيد الاستقلال الاول لانه العيد الاستقلال الثاني راح يجي عن قريب ان شاء الله، لما نستقل من يد هذا العصابه اللي راهي تحكم في البلاد. اذا نعمل معكم في دارتيفيس، اللي يقدر يتفرجوا اون ديريكت، ولا يوغا اون ريترانسميسيون لو لوندومان. لو ديمونش يوم الاحد توقيت الجزائر على 6 تاع العشيه غادي نكون معكم مجددا. جو في فير اون كورس ا بيي تاع 5 كيلومتر، راني نقبض واحد من هاد العلامات وغادي نجري هنايا. دونك نمشي ا بارتير دو كابيتول هذا اللي راكم تشوفوه، ونمشي وندور نفوت على لا ميزون بلونش اللي راهي من هذه الجهه لهيه، ونمشي على لو مول، ومن لو مول نكملوها في ابراهام لينكولن ميموريال، وين نكملوا الجوله تاعنا تاع 5 كيلومتر ان شاء الله. جو سي با، بيتات نكون معايا شويه من الشباب، بيتات نكون روحي. ليسونسيال غادي نديروها ونديرها ونفيلميها معاكم اون ديريكت ان شاء الله. داني السلام عليكم. وعليكم السلام. سوف ننتصر قريبا ان شاء الله. شوف، ما تكون عندك العزيمه وعندك الاراده والايمان باش تقلع حالك. حتى هذو اللي حبسوهم تكلمنا عليهم كل يوم، شحال من واحد تكلم ستادير حبسوهم جسديا، بصح الافكار تاعهم ولا الافكار اللي كانوا يمثلوها زعت في الجزائر. بزاف الناس يتكلموا عليها، وكل يوم كل يوم يشيعوهم، وفات جدادو يشيعوهم. يزون ان افي كونترير. مين تحبس هادو اصحاب الراي؟ هذا النظام مازال ما فهمش، غبي. لما تحبس الناس ديرهم في تم تزيد تطلعهم في الاراده، تما وين راك تساعد في هذا في هذا في هذا الحراك، تما وين يزيد يقوى هذا الحراك. اذا الانتصار هذا احنا ما عندناش فيه شك، احنا ما راناش شاكين فيه. انتصار رايح ننتصر، هذا ما فيه شك.
وهذا حتما حتما وإرادة الشعوب لا تقهر إن شاء الله. شكون هذا تاني؟ داني لا فيكتوار. نعم النصر قليل. يتنحى ويتنحى 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 وقاع. نعم نعم داني هذا ويتنحى وقاع. نزيد نفهموها للناس باش يقول لك البلبلة تاع يتنحى وقاع يولي فيه فراغ. نو يتنحى وقاع عن طريق تفاوض مباشر بين الحراك والمؤسسة العسكرية ومؤسسة مؤسسة الأمن. هذا هو كما غادي تصرى باش ما يكونش فيه فراغ تاع المؤسسات. يعملوا مفاوضات مباشرة باش النظام يوخر والنخبة الأخرى تاع الجزائر اللي راهم في المؤسسات لكن راهم تحت سيطرة النظام، لكن لما تتحرر البلاد ديك النخبة تقد تاخذ المؤسسات المدنية وتكون فيه مرحلة انتقالية والنخبة تجتمع وتكون فيها ان كونستيتيونت، ومن بعد نتكلموا على قوانين، نتكلموا على الدستور ونعملوا انتخابات والى اخره. هذا راح يكون سيتا بروسيسوس دونك راح ياخذ وقت، لكن اون فافير بطريقه منتظمه. وهذا نعملوه باش الناس تفهم باللي تنحوا كاع سافو با دير باللي اون فاكري هذاك فيت انستيتيونيل وين محتى واحد في لي انستيتيسيون كان واحد. نو ما رانيش نقولوا هذا الشيء. حنا نعرفوا باللي ريلمون اللي راه يحكم هي المؤسسه العسكريه. اذا حنا نطالب ان نتحاور بطريقه علنيه مباشره وتكون يعني دو مانيير سيريوز مع المؤسسه العسكريه. الاخرين اللي راهم في المراديه حنا ما على بالناش بهم، ما نستعرفوش بهم. انا واحد من الناس ما نستعرفش بهم. إنه أوكا بوا. إكو جو دي مؤسسة دولة مدنية ماشي عسكرية، نعم دولة مدنية ماشي عسكرية بعد ذهاب هذا النظام. اللي يقول لك أودي أنتم تطالبوا بالدولة مدنية ومام تو راكم تتكلموا مع العسكر، بس كل عسكر هما اللي راهم أون شارج. سي بور سا كو أون بيزوان دو بارلي أفيك أو ماتنون. ماناش نطلبوا منهم باش يسقموها، ماناش نطلبوا منهم باش يعاونونا نخدموا البلاد، لا عندهم خدمتهم هما. سي دي ميليتير. فهمتها لكم السمانه اللي فاتت، قلت لكم كاسكو سي انستيسيون ميليتير كاسكو الفي اي ترافاي اونصوم مع لي سيفيل. شو ولا كي اون شارج؟ شكون هو الباترون؟ سي لو سيفيل. سي لو سيفيل كي اون باترون اي لو ميليتير اي ترافاي بور لو شعب، لانه لو ميليتير سي ان ميليتير دو كارير، سي اون بروفيسيون، سي ان بروفيسيونيل. مي لو بوليتيك سي لو ريبريزونطون ليجيتيم تاع لو بوبل. دونك لو ميليتير il obéit aux ordres du civil. Maintenant quand il s'agit des détails techniques, comment faire la chose, bien sûr le militaire هو اللي يعرف قضية الأمن كيفاش تدافع الوطن وإلى آخره. لكن هذوك les opérations هذوك يديروهم les militaires. Mais au niveau stratégique, celui qui décide et celui qui planifie, ça se fait avec les civils. Mais les civils هما اللي يكونوا en charge. Donc الدولة والمؤسسات الدولة هي اللي تتحكم في الجيش ولا مؤسسات الجيش، مش مؤسسات الجيش اللي تتحكم في مؤسسات الدولة. سي لو كونترير. يفو هذه باش نتفاهموا سكوال نريدها دولة مدنية ماشي. نعم هذا هو مفهوم دولة مدنية ماشي عسكرية. العسكر راهم تما، راهم واقفين مع المدنيين، لكن العسكر خوتنا. ابسوليومون العسكر خوتنا، العسكر خوتنا وباباتنا واخواتنا واهلنا. العسكر سي با يفو بيان كومبرون. العسكر ما راش لينمي، لو سول انمي اللي عندنا هو العصابه. الجيش حنا نفتخر به، الجيش تاعنا. او كونترير من الحراك يفوز ولا لما ناخذ الحريه تاعنا وناخذ الاستقلال، رايحين نقلعوا من الجيش تاعنا، رايح نقلعوا له الثقل الكبير اللي على ظهورهم، الثقل اللي ما راهمش حاجه به. انو با بيزوان دو هاد الاخر. سي ان فاردو، سي ان فاردو لور سور لو دو تاع العسكر. هما مادا بيهم كاع ما يبانوش، هما مادا بيهم ما يتكلموش كاع في قضيه المدنيه ولا قضيه تاع الشعب ولا الاخر.
الجيش ماذا به يقعد في الكازرنة، ماذا به يقوم بأمور عسكرية حتى يحقق أمن واستقرار البلد. هذا هو خدمة تاع الجيش، هذه هي خدمة تاع الجيش، باش يدير هذا يلاقى بهذاك الجيش العسكر يخرج من السياسة. ما يقدرش يعمل الاثنين، لو كان يعمل الاثنين يخربها في السياسة ويخربها في الجيش، باش نخلو الجيش يكون عنده 100% القدرات تاعه يستعملهم من أجل الوطن. لازم يرسخ كل مجهوداته وكل طاقاته في أعمال الجيش، في أمور اللي تهم الجيش. إذا الجيش خوتنا، نعم احنا مساندين الجيش 100%، لكن مساندين الجيش يقعد في الكازرنة، ما يخرجش في السياسة، ما يدخلش في السياسة. حتى وزير الدفاع لازم يكون مدني، وزير الدفاع يكون مدني، الرئيس يكون مدني، كل السلطات المدنية يكونوا مدنيين، وخلونا هذا الأمن يتدخل. لأنه ما يخفاش عليكم مثلا الآن كل الوزارات بدون استثناء وكل المؤسسات العمومية في الجزائر، tous les ministères et toutes les entreprises ou les institutions nationales دايرين عليهم ان سيفيل مدني، بصح اللي وراه اللي كوموندي فيه هو سوفون عقيد، سيت ان كولونيل تاع الدي ار اس، هو اللي يحكم، هو اللي مانيبيلي، هو اللي ديسيدي. والناس اللي في دوك لي بوزيسيون يعرفوهم ويعرفوا باللي واش راني نقول ماشي كذب. توت لي بوزيسيون استراتيجيك او نيفو دي انستيتيوشن ناسيونال ايتاتيك بوبليك كاع يحكموا فيهم عسكريين بلباس مدني، ولو اذا كان مدير عام مدني. سوفون لو بروميير كونسيي ولا واحد في الكونسي دادمنستراسيون يكون من المؤسسه العسكريه، من مؤسسه الامن، وهما اللي يكونترول يمانيبول. اي دايور سي ا كوز دو كي ا دو لا كوربسيون، سي ا كوز دو ك اون ا بوكو بوكو دو كادر كومبيتون، دي كادر فريمون كومبيتون في البلاد، يكون رئيس مؤسسه ولا يكون على الوزاره ولا اي شيء، بصح ما يقدرش يخدم، ما يقدرش، لان عنده ما عندوش قرار سيادي، ماشي هو اللي قرر. دوك الناس تاع المخابرات هما اللي مقيدينهم، حاكمينهم، مكتفينهم. دونك لي ديسيزيون استراتيجيك مالوروزمون، راني نتكلم على ديسيزيون استراتيجيك، ال سون بريز ا نيفو وين سي لي ميليتير اللي راهم يتحكموا، وهذوك المدنيين سي دي زيكزيكوتون. سي بور سا كو اون ريكلام ان سيستيم سيفيل مدني، وين العسكريين يخضعوا لاوامر السيفيل، سي لي سيفيل كي كوموند، والعسكري ما يبانش. واصلا العسكري لوفيسيي كي فريمون كومبيتون يقول لك خطيني السياسه، خرجوني على السياسه، ما نبغيش ندخل في السياسه، ما نبغيش نقعد مع السياسه. ماذا بيا لو كان يكونوا اولاد جزائر احرار قادرين وياخذوا زمام الامور وهما يتحكموا في البلاد، والجيش ما يدخلش كاع في السياسه. اذا هذا هو الحكم المدني، وتحيا الجيش. وحنا مع الجيش، معنا حتى مشكله مع الكاسكيطة، معنا حتى مشكله مع الجيش تاعنا، هما خوتنا. ومام لي جينيرو كو لي جينيرو مافيو، يا دي جينيرو كي سون ولا دي اوفيسيي كي سون دي تكنيسيان، خدمتهم خدمه الجيش، خاطرهم ما داخلينش في السياسه وما داخلينش في البزنس. دايور سوفون هذوك اللي داخلين في السياسه اللي يبغوا يتحكموا في السياسه داخلين في البزنس، داخلين في البزنس. وقلت لكم باللي ليكونومي انفورمال ناسيونال في البلاد ال ريبريزونت بلوس دو 60% دي ليكونومي ناسيونال، ما يخفاش عليكم هذا. كاع التراباندو اللي راه صاير في البلاد جاي من الحدود، سواء من الغرب ولا من الشرق ولا من الجنوب، كاع داك التراباندو متراسينو هذوك الجنرالات المرتزقه. سي امبوسيبل، il est humainement impossible de faire du trafic sur les frontières. Il ما عندكش يد تاع العصابه اللي في العسكر ولا في الجهات ال تاع الامن. Tu peux pas تدخل بالكمائن، راهم سي دي كاميون، سي دي طون دي طون دي طون دي طون دي ميلي طون دو مارشانديز، que ce soit les denrées alimentaires, les produits de construction,
ولا لي زوت برودوي ولا ليسونس ولا كلش هذا ماش راهي مدير يفوتو تحت الارض. لا راهم يقطعوا بهم الحدود وراهم يدخلوا بهم البلاد و سي امبوسيبل دو فير دو ترافيك الا ما عندكش دي كومبليس. دي كومبليس دو كوتي مع السلطات داخل الجزائر وخارج الجزائر. كومبليسيتي الي دو كوتي. اذا النهار اللي هذوك الجنرال تقول فيهم مافيا وخروهم يمشوا كاع للتقاعد يبقاو الا هذوك نضاف ويخدموا غير في خدمتهم داخل الكازيرن وتكون فيه نظام مدني وتكون فيه مؤهلات ويكون فيه اطارات فريمون دي كاد كومبيتون اسمون لا لو ترافيك هذاك نون سولمون اون فا كريي دي اوبورتونيتي داخل البلاد دوكو بوكو ترافيكون نورون با besoin de trafiquer, donc il y aura beaucoup plus d'opportunités dans le bled. Et parce que راحين نقلعوا من ال من الرشوة الترافيك راح يحبط. Donc المرض راح في الراس. لما تداوي الراس الباقي يبرى automatiquement. Il y aura aucun problème. Je vais prendre les salutations encore. شكرا يسلم داني نعم. Oui, c'est malheureux. Ils sont dans tous les domaines. Ils ont gangréné la société. C'est pour ça que l'Algérie n'arrive pas à décoller. Parce que l'Algérie, بزاف يعرفوا طاقة الجزائر. لكن الناس الجزائريين اللي مسافروا الخارج ولا اللي عاشوا الخارج ولا مشاو دخلوا خرجوا دخلوا خرجوا البلاد ومشاو الخارج يعرفوا طاقة الجزائر. يعرفوا c'est quoi l'Algérie. Toutes les possibilités اللي عندنا. Que ce soit le capital humain ولا les ressources naturelles ولا الناس والعقليه وحب الوطن هنا توسا مي مالوروزمون انا ايفا ديكولي مالوروزمون مازالنا متاخرين مازال عندنا نقص 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 شديد دون تو لي دومان. مازلنا نشكو مازلنا نديرو الحراك مازلنا نناضلو من اجل الاستقلال من اجل الحريه مازلنا نديرو هذا الشيء لانه في هذه العصابه والعصابه ما مشاتش. اذا ما يكذبوش علينا يقول لك راهم حاكموهم ودخلهم الحباس وعطاهم 12 عام 20 عام. هذيك جهه من العصابه هذيك هذيك عصابه هذيك حوته تبلع في حوته. واش راه صار يدرك في البلاد حوته تبلع في حوته ماشي الشعب. الشعب خاطيه الي اور جو. الشعب ما راهش داخل في اللعبه ما راه داخل في اللعبه ولا من قريب ولا من بعيد. الشعب راهي نقول لهم يتنحاو كاع سمحوا لي. شربي الماء هاي. اذا نعم مالوروزمون سي دون تو لي دومين مي هذاك سافا شانجي سافا شانجي بيانتو اون فا كيما قلنا هاد لا ليبراسيون تاع لي بريزونيي ان اي با سي با اون كوينسيدونس عملوها كوينسيدونس افيك لو 5 جويي مي اون فا فوار اون فا فوار كومون اي سون ليبيري. وغادي نقول لكم باللي ils ont été libérés sans condition, c'est-à-dire que ça va être des prisonniers qui vont sortir et qui vont s'éteindre le nashat de leur et qui vont parler sur le Hirak, sur le Jazair, avec toute liberté. Et ceux qui ne parlent pas, les gens qui ne parlent pas, ils ont négocié. C'est là où on peut reconnaître les vrais militants des faux. Je n'accuse personne. Mais ça, ce sont des analyses, ce sont des observations. Donc, هادو اللي حروهم نشوفو كيفاش راح يكون التصرف تاعهم بالنسبة للحراك. إذا استأنفوا النشاط تاعهم مباشرة وراهم مع الحراك معناته يا با يو دو كونديسيون خرجوهم بلا جميل. إذا ما استأنفوش النشاط تاعهم à mon avis ça veut dire qu'il y a eu des négociations et qu'il y a eu des conditions et j'espère que ce n'est pas le cas. J'espère que ce n'est pas le cas. Wa alaykoum salam, Jazz Mary, wa alaykoum salam. Donc moi j'essaie de répondre à tout le monde. Ceux qui sont là, je réponds. Allah yahfadkoum, hatta adatoukoum ma'ana liyed fil liyed hatta nasr. Naam, liyed fil liyed hatta nasr. Ana ghadi nqoulkoum haja, ana quand j'ai décidé il y a plus d'un an et demi ou deux ans, Malhirak, quand le Hirak il a commencé, presque juste à Malhirak, j'avais décidé que je vais faire des activités ouvertement, mais je vais le faire jusqu'à la victoire.
انا متيقن باللي لا فيكتوار غادي تجي، ما فيها حتى شك لا فيكتوار تجي. فيه اون فا سوفريغ ان تي بو، ولو ما كانش ما تسوفريش الحاجه اللي ما تسوفريش عليها ما عندها حتى قيمه، ما تقدرش تقيمها. اذا اون فا سوفريغ اون فا باسي دو طون، الناس غادي تدخل الحباس، الناس غادي يوغا دي بريسيون، يوغا تو سا، مي يفو كونتينيي. ماتنون يد في اليد، مي كل واحد قدر الاستطاع، واش يقدر يجي واش يقدر يدير. كاين يقدر يدير تحركات كما يديرهم انا، كاين اللي يخرج لما الشعب يخرجوا، كاين اللي يمشي عند التلفزه يتكلم، كاين اللي يعمل حصص ولا يكتب مقالات ينشرها، كاين اللي يتصل بمنظمات دوليه. وهذا فكره راني نفكر فيها، وهذا ما يقولكش انه لما تكلم مع منظمه دوليه معناته هذا تدخل اجنبي، لا. انا نقول لكم المنظمات الدوليه كيفاش نقدروا نتصلوا بهم. Donc je vais répondre. Maintenant, il y a des institutions pour les droits de l'homme. Anna, je suis dans le domaine. Je suis dans le domaine. Je suis médiateur et analyste dans la conflit des dans la résolution des conflits. L'amour li nqadrou ndirou bach nhamiou bih al mounadilin taouna li rahom ykharjou. Al shurta hadak al shurti meskin fi triq lma yedrbek wla yermi alik al gaz lacrymogène. الله غالب عليه، هذه هي خبزته ان شاء الله. كاينين واحدين فيهم يزون ديميسيوني، كانت عندهم الشجاعة الادبيه، لكن بزاف فيهم قلنا الله غالب عليهم. لكن الامور تاع الضرب وتاع الحقره راهي تجي من المسؤولين، ولا لي انستيتيوشن تاع لي دروات لوم هذه، ولو انا نعرفوا فيها النفاق، لكن لما تفهم كيفاش لو سيستيم مارش، سي اون ا دي كا avéré avec des preuves matérielles. On peut nous mettre les cas, on peut nous mettre l'institution. Ça sera un moyen de pression contre هذوك المسؤولين باش ما يعطوش الأوامر. هذا ماشي تدخل رانا نقول لهم جيبوا العسكر تاعكم وتدخلوا وجيبوا سي با سا. ما راناش نطلبوا ذاك النوع من التدخل. هذه أنظمة داخله في امور تاع حقوق الانسان. اذا بهذه الطريقه نقدروا نحميو المناضلين باش الشرطه ما تضربهمش. اذا قدرنا نجيبوا ادله دي بروف ماتيريال اي اون بريزون دي كا بريسي انديفيديوال، اون ا با بيزوان دو بوكو دو كا، باسكو داك لو شيف دو بوليس ولا واحد من المخابرات اللي يعطي اوامر وحقروا فيهم المناضلين، كان فيهم اللي ماتوا اكسيدونتالمون او با، لما نجيبهم عليهم ادله ونقدموهم راح نخوفوهم. بهذا الطريقه كنت تخوفهم ويعمل عليهم ضغوطات باش ما يضربوش الشعب. هذا هو اللي انا نبغوه. امور وعليكم السلام، راني نسلم على الناس اللي راهم يجوا. كبار وعليكم السلام، واحد يمشي ميساج جو ريبون، جيساي دو ريبوندر ا تو الموند. الله يحفظكم ويحفظنا كاع الجميع ان شاء الله. التخويف لكي يصفع، نعم الحراك، وهذه هي سي سا الاخر. لا بور كومبروندر كومون اسكو لي انستيتيوشن انترناسيونال ترافاي، وهذو ندرسوها احنا في الجامعات. هدفين، لما تتصل بمنظمه دوليه تاع حقوق الانسان تعملها، عندك هدفين. هما باش يجي يتدخلوا في البلاد ويقولوا انه لازم فيه تدخل عسكري، هما ضد هذه الامور هذه. لكن يعملوا شيئين، هما عن طريق الهيئات المنظمه الدوليه تستعمل طريقه اللوبي على مستوى مؤسسات دوليه اخرى كدول تاع البنك الدولي ولا النقد الدولي ولا الامم المتحده، باش هما يضغطوا على هذا النظام الجزائري باش يوقف الحقره وما يضربش الشعب. لانه مسؤوليه اي دوله اي حكومه مسؤوليتها هي حمايه الشعب، لكن حنايا النظام تاعنا يعمل العكس، يضرب في الشعب. هذه اولا. والهدف الثاني من هذا هو انك تعمل ضغوط تحشمهم،
باسكو النظام تاعنا ولو انه رخيص ما عنده حتى حشومه وما عنده حتى قيمه، لكن لما يكونوا على مستوى المنظمات الدوليه تكون عندهم اجتماعات ولا اخره، ولا تكون عندهم زيارات تبادل زيارات دوليه، ما يبغوش دوك الانظمه ولا دوك الضيوف يجوا ويحكوا لهم ويقول لهم شو ولا الحراك واش راه صاري في الحراك، وحنا ما نقدروش نعملوا معاكم صفقات كذا وكذا بسبب الحراك الى اخره. اذا هذوك الضغوطات يجوا من عندنا احنا كشعب، وهذا الشعب انتم اذا كان عندكم ادله دي بروف ماتيريال تقدوا تمشوهم، كاين لي ريبريزونطون، كاين جزائريين تما في الميدان، ولا اتصلوا بي انايا عندكم الماسنجر اتصلوا بها، ومن بعد نشوفوا un moyen de communiquer de manière directe. Moi, c'est un domaine que je comprends assez bien ou dans lequel je peux aider. Ça sera ma contribution. Farid, wa alaykoum salam. Hakim, Bianca, wa alaykoum salam. Rani, jawab comme wahad wahad. Quand je peux, j'essaie de répondre. L'inqadal jawabou, njawabou. Oh, thank you. Wa alaykoum salam. Bla jmil. Moi, je fais ça. C'est la moindre des choses. C'est une de mes contributions. Il y aura d'autres contributions. J'essaie de m'organiser. J'essaie un petit peu de sensibiliser les Algériens de la région. Galo Billi, jeudi, matmchich alihom houma parce que le programme de khadmat tahom esmah lahom. Pour le moment, j'arrive à m'organiser. Peut-être ça changera dans le futur. Mais pour le moment, avec le confinement, j'arrive à me libérer les jeudis. On a une fois avec vous, c'est à Oulazouj. Ça fait presque 1h10 que j'ai avec vous. Je vais rester encore 5 ou 10 minutes de plus pour vous rappeler. Les mains à Founich, un esmi Hamid Lillo, Jazairi, Sakin Hnea, في واشنطن في ضواحي واشنطن جو سوي 20 مينوت دو روت دونك نجي هنايا كل خميس ونعمل وقفة احتجاجية مساندة للحراك الجزائري علاش هنايا او نيفو دو كابيتول هيل باسكو كاين لو كونغرس الكونغرس هذا سي لو بارلمون امريكان سي سيمبوليك سي سيمبوليز حرية الرأي، حرية التعبير، الديمقراطية وإلى آخره. حنا ماناش طالبين أمريكا باش تدخل في الشؤون تاعنا. دايرين هنايا سي بور افوار اون فيزيبيليتي باسكو سي سي ان دغوا كونستيتيسيونيل. جو ميكسبريم باسكو ما خلاوكمش انتوما تكون عندكم حرية الرأي في الجزائر. أنا راني نستعملها هنايا ونبثها عليكم باش صوت الجزائر يسمى به في كل بلاصة. هذه أولا. ثانيا راني هنايا اولسو باش نقول للنظام الامريكي ولا المؤسسات الامريكيه اللي راهي تتعامل مع النظام الجزائري انه حشوم عليهم، المفروض ما يساندوش النظام، وبدون مسانده الخارج للنظام الجزائري للمافيا في الجزائر هذا النظام في الجزائر يسقط بسهوله. ما عنده لانه يبرودوي ريان دي تو، حتى السلاح اللي راه يستعملها ضدكم، حتى الكرتوشه اللي يستعملها ضدكم، حتى هذوك الغاز لاكريموجين اللي يستعملها ضدكم تكمل له، لكن ما يكمل له ستوك ما يخدموهاش الا امبورت. دونك كونت يزيبورت هذوك لي غاز لاكريموجين ولا لي كاميون اجي دو ولا دي بينتور يلاشات من دول كيما امريكا فرنسا والصين والى اخره. اذا هذوك الدول هي اللي راهي تبيع لهم ذاك الماتيريال باش يضربوكم به. لو كان جات الدولة زعما قايمة على روحها نورمالمون ما تيمبورتيش هاد الصوالح تصنعهم في البلاد، ما يقدروش يصنعوهم. إذا التدخل الأجنبي والمساندة الأجنبية ما راهيش مع الحراك، راهي ضد الحراك، راهي لصالح النظام هذا الخبيث اللي راه تما. علاش؟ لأنه مصالح الخارج راهي مع النظام القائم الآن. لكن حنا نقولوا لدوك الأنظمة الخارجية أنهم ما عندهم ما يخافوا من الحراك، لأن الحراك هي نخبة جزائرية، جزائريين فاهمين عارفين عندهم يقين يحبوا الجزائر ويعرفوا ان الجزائر بدون تعامل مع الاجنبي هذا ما يقدرش، لانه الجزائر ما تقدرش تبلع على روحك. دونك يوغا بلوس دوبورتونيتي امكانيات اكثر لتعاون تبادل التعاون المفيد
للجزائريين للبودرة الخارجية إذا كانت الجزائر استقلت وكان عندها نظام واقف ديمقراطي شعبي. إذا من دونك يا با دو كونتراديكسيون، حنا الحراك اون ني با كونتر لو موند، اون ني با كونتر لارمي الجيريان، اون ني با كونتر لي انستيتيوسيون انترناسيونال. سو كون فو سي نوتر ليبرتي، سي نوتر انديبوندونس. سو كون فو سو كو البلاد توقف ونخدموا على البلاد. شكون هذا؟ نعيم، الله يسلمك خويا، راه يسلم على جماعه واحد واحد. دونك اون فوا ريستي اونكور كلكو مينوت دو بلوس انصومبل. جو في اونكور فير ان انونسمون لي جاو جوست ماتنون. راني معاكم هنايا كل خميس على الساعه 4 توقيت الجزائر، فوت معاكم ساعه ساعه ونص. علاش؟ سي بور لا فيزيبيليتي، بور سنسيبيليزي على لو كا تاع الحراك في الجزائر. وهذا المنطقة رمز للحرية، رمز لحرية التعبير والديمقراطية. لو بروشان رونديفو معاكم قلت لكم لو جود لو سامدي، هذا يوم السبت على 12 تاع الليل توقيت الجزائر، ولا يوم الحد على الوحدة توقيت تاع الجزائر، وحدة تاع الصباح. غادي ندير معاكم لو في دارتيفيس بور سيليبري لو 5 جويلي. داكور؟ علاش نديرو السبت في الليل؟ باسكو لو ديمونش غادي نكون تاني هنايا مع الحد ابارتير دو ميدي تاعنا، دونك 6 تاع العشيه تاعكم. جو فير اون كورس ابيي تاع 5 كيلومتر، وين غادي نجري مع بالعلام تاع الجزائر، وغادي نفيلميها وغادي نوري لكم الاخر. سي اوسي سيمبوليك، سي اوسي بور فير ان تي بو دو فيزيبيليتي بور سيليبري اي لو 5 جويي تاعنا اي لا بروشين انديبوندونس تاع الحراك عن قريب ان شاء الله. لو درابو بربر، لو درابو بربر سي اون كيستيون. انا اصلا قبيلي كي نتمسلاي خص مزيخ، باش كني افزرض بلي اول قرار خير يمكن اذا مزيا ماشي وحما غاري مزيغن حملا غي مزيغن يمكن وين يون سي مزيغن اذا كذا مزيا. Maintenant, pour répondre, je me rappelle qu'il n'y a aucun de Smazir, je vous connais de la Saraf, je ne sais pas si vous avez une femme. Donc, ce que je disais, c'est que vous avez dit 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 que من ليدونتيتي يعني التعريف تاع الجزائريين. حنا امازيغيين وفخورين به، ما عندي حتى مشكله. ما عنديش الاعلام لانه اولا الاعلام الوطني الجزائري هو الاعلام اللي عندنا، هذا اعلام الامازيغي. ولو الامازيغ معترف بها وانا اعترف بها نعم، لكن اعترف بها كوم ايدونتيتي، وما يمنعش اني نكون امازيغي. واذا كان ما جبتش الاعلام ما عنديش هذا الاعلام، لكن اذا كان فيه جزائريين امازيغ وجاوا وعملوا معايا موقفه وجابوا علام امازيغي ما راحش نكون ضد العلم امازيغي. وكان هذا فمثلا في دول كثيره، مثلا هنا في امريكا عندهم علام تاع امريكا اللي عنده ديك 50 نجوم، لكن كل ولايه عندها علام تاعها، اذا ما فيش تناقض. والامازيغيه معترف بها في الجزائر، والجزائريين ما عندهم حتى مشكله مع امازيغ، وحنا الامازيغ ما عندنا حتى مشكله مع الجزائريين اخرين. اذا ما عنديش، لكن رايح ندبر على العلام الامازيغي. الا بغيتو نجيب نحط لكم العلام الامازيغي، ما عندنا حتى مشكله مع العلام الامازيغي. اي تري امبورطون نجيبو لكم لا بروشين فوا ان شاء الله. تحيه الجزائر، تحيه الامازيغ، تحيه ولاد العاصمه، تحيه ولاد وهران، تحيه ولاد قسنطينه، تحيه ولاد المزاب، تحية توارق، تحية أهل الجنوب، أهل الشمال، الغرب، الشرق، أينما كانوا. أولا وقبل كل شيء حنا جزائريين. إذا كانت عندك une autre identité c'est tout à fait normal، عندنا plusieurs identités، عندنا plusieurs langues، وهذا ما شاء الله c'est un avantage qu'on a. Mais on est d'accord sur une chose، كان وحدة لأمر اللي يجمعنا هو أن نحن جزائريين،
والان قضيه تاع الحراك il faut pas laisser créer une diversion ou une divise les gens. On est tous algériens. Le combat c'est pour l'Algérie indépendante et démocratique. On bat donc les autres idéologies qui ont plusieurs idéologies dans le bled. Il n'y a pas de problème. C'est pas un risque. Et هذا الصلاح نقدروا نقوموا بهم يكون فيه الكلام مفتوح تشاور يكون نقاش في احترام متبادل ونتكلموا على هذاك يا او كان بروبليم. الجزائر سفيان لباح تري بيان نحن خوا خوا نعم نحن خوا خوا قبائل عرب خوا خوا شاوية قبائل عرب خوا خوا الجيش والشعب خوا خوا ونا با سو بروبليم. إلا كان الإعلام تاع الأمازيغيين راه مهم عندكم نجيبو يا با دو بروبليم جي اوكان بروبليم فيزافي تاع الأمازيغ ان دنيغ نكيني الأمازيغ سمسلايغ سمازيغ إمولاني وذي مازيغان تمورثي وتمورثي مازيغان دونك يا اوكان بروبليم. خوا 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 نعم للجميع. اذا ما يخلوناش ما يخلوناش ما يفرقوناش بهذه القضيه تاع ليدونتيتي. يفو ادلي او دولا دو سو كليفاج تاع الى شفتو واحد الوقت كان يقولوا تاع المازيغان العرب وما نجحوش من فشلوا جابوا قضيه تاع مسلمين اسلامويين والى اخره ضد العلمانيين. هذه الامور هذه امور تاع التفرقه والجزائريين احنا نعرفوا باللي لحقنا مرحله النضج ومرحله المعرفه وحب الوطن اللي ما يقدروش يفرقونا بهذه الامور. اسكو هذه الامور اكزيست؟ نعم الامور موجوده وراح نتكلموا فيها لكن يفو ماتنون يفو ريستي كونسونتري. لو بلوز امبورطون بور لو مومون سكو الحراك ينجح والنظام هذا الفاسد يمشي ولما نبنيو مؤسساتنا ونكونوا قايمين ببلادنا نجو قاع نقعدوا ونقصروا ونتشاوروا وتكون عندنا قوانين تحمي كل الجزائريين كل الجزائريين كنا حتى دوك اللي كانوا في العصابه وني با اكسكلوزيف حتى دوك اللي كانوا في العصابه وتابوا وبينوا التواب تاعهم وعرفنا باللي راح يستعملوا كل المواد اللي عندهم لصالح المجتمع لصالح الجزائر احنا ونا با اون اورا با ان اسبري روفونشار وين تكون فيه الانتقام والحقره ماشي حنايا. انا قلت احنا جزائريين هذه قضيه احنا ما راناش عرب احنا ما راناش هو الجزائريين كامل يعرفوها باللي اصلا احنا مازيغيين. هذه نقطه مهمه يا سي زماري ماروني مرواني راح نتكلم عليها. نعرف باللي كاين بزاف اللي تبعوني في الفيسبوك هذه القضيه مهمه عندهم. اذا هذا لوكا هذا غادي يجيبو السمانه الجايه لما نكون معاكم في المكتب غادي نجيب معاكم قصرة على الأمازيغية وعلى قضية العرب وهذه قضية تاع التاريخ نعرفوها كيفاش الإسلام دخل المنطقة تاع شمال إفريقيا وكيفاش العربية وإلى آخره وهذيك الإكوازيون هذيك المعادلة تاع واحدين يقول لك احنا مسلمين معناته احنا عرب هذا ليس صحيح لأنه أكبر دولة مسلمة في العالم ماشي عرب. اندونيسيا عندها 150 ولا 160 مليون مسلم ماشي عرب. الهند عندها اكثر من 50 ولا 60 مليون ربما من 100 مليون مسلم ماشي عرب. باكستان عندها اكثر من 120 مليون مسلم ماشي عرب. بنغلاديش عندها تقريبا 60 ولا 70 مليون مسلم ماشي عرب. اذا هذيك اللي يقول لك احنا مسلمين معناته احنا عرب لا هذا ليس صحيح. الان
سيت ان افونتاج قلتها لكم من الاولى. الا حنا كجزائريين نقدروا نتكلموا العربيه ونتكلموا الامازيغيه ونتكلموا الفرنسيه نتكلموا الانجليزيه وربما الاسبانيه الايطاليه واللغات الاخرى وعلاش لا، سيت ان افونتاج. il faut pas tomber dans le piège تاع التعريب ولا غير امازيغيه. هذاك لا بوليتيك ديكسكلوزيون ne marche pas pour le pays, elle marche pour les gens qui divisent. Et d'ailleurs, هذوك اللي ديفيز كي ديفيز au niveau des langues هما اللي تعلموا اللغات الاخرين. يبغوا يخلوا الشعب ما يتعلمش. اذا il faut faire très attention comme c'est une question très 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 sensible. خويا مرواني غادي نجيب لك نجيب لك هذه القضيه تاع الامازيغيه نهار السمانه الجايه ان شاء الله. لا احنا هذه قضيه تاع اعترف بالكيان الصهيوني. اليهود لازم تعرفوا كاين فرق كبير بين اليهود والكيان الصهيوني. كما قلت لكم ليس كل المسلمين عرب، نفس الشيء ينطبق على اليهود، ليس كل اليهود صهاينه. اذا لازم تفرقوا بين الصهاينه واليهود. كان يهود ناس ملاح وما عندهم حتى مشكله. الصهاينه هذا قضيه اخرى، راح نتكلم في قضيه الصهاينه كما ونعرف انه اصحاب الماك ما دام راكم تسالوا الماك يعترف بالصهاينه، لكن راح نتكلم هذه القضيه لانه سي ان سوجي تري تري سنسيبل، دونك راح نتكلموا عليه عن قريب ان شاء الله. اذا الان جاء الوقت، راهي 12 ونص هنايا. شكرا، بارك الله فيكم. لوتر كومبا سي لا كونستركسيون دان ايتا ديموكراتيك اي جوستيس. لو بوزون دو لالجيري سي لي ميليتير، لي ميليتير كورومبي. اوكي، دونك غادي نتكلموا على هذه الامور. شكرا، بارك الله فيكم، راكم بزاف توفيق. سلم على جماعة اللي راطيتو ما قدرتش نسلم عليه باسكو سي ديفيسيل دو لير سو ان بيتيت اكران. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيك، بارك الله بالحرارة ان شاء الله. اذا جبتوا لي دي سوجي تري انتريسون. قضية الصهاينة راح نتكلموا عليها، قضية البربر والامازيغ راح نتكلموا عليها، وقضية الماك راح نتكلموا عليها. On va parler de ça avec une tête bien froide autour d'un café. راني برا هنايا والان جاني وقت باش نمشي. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. انوفو انا حميد معكم هنا من واشنطن دي سي مباشره من كابيتول هيل وكاين الكونغرس امريكا. غادي نتلاقى معكم يوم السبت الجاي هذا دون دو جور ا مينوي اور الجيريان بتاتر 1 دو ماتان لو ديمونش. وين غادي ندير معاكم اون ديريكت ان فيل دارتيفيس. سو كي غات لو فيل دارتيفيس اون ديريكت جو في الفير افيك فو اون جو في ان ريديفوزيون لو ديمونش يوم الحد 5 جويليا. غادي نكون معاكم على الساعه 6 زوانا توقيت الجزائر، وين غادي ندير اون كورس ا بيي هنايا افيك ان جروب دالجيريان. On va courir à travers les artères de Washington et c'est notre manière à nous de célébrer le 5 juillet l'istiqlal l'awwal ou inshallah rah ykoun anna l'istiqlal thani an qareeb inshallah. Shukran, barakallahu fikoum, shukran, shukran, barakallahu fikoum. Ça fait vraiment vraiment plaisir le fait li rakoum maaya rakoum tsandouni tsandou l'hirak. Je fais ça pour vous, pour nous tous. Inch'Allah, ça va prendre de l'ampleur. Il y aura d'autres actions. Il ne faut pas oublier que moi, je suis dans le domaine. J'ai un magistère dans la médiation et la résolution des conflits. Je commence le PhD, j'ai commencé, je ne l'ai pas fini, mais je le finirai, Inch'Allah, avec le temps. J'ai d'autres occupations, le khadma, la famille, ou le nidal avec vous. Donc, mais je parle des choses que je comprends, des choses que je maîtrise, des choses dans lesquels je travaille, c'est tous les jours, c'est mon domaine. راني معاكم هادو اليوم معاكم كل يوم، مشوا لي دي ميساج جو ريبون ميساج. اعطوني vos suggestions, les opinions, عندكم اراء، عندكم افكار، عندكم اسئله ولا اي شيء، مرحبا بكم. تحيه الجزائر، تحيه الجزائر.
وان شاء الله نتلاقاو اذا يوم السبت الجاي هذا، نتلاقاو منوي توقيت الجزائر. الا شفتوني ما جيتش بتات نعيط لكم باش نقول لكم باللي جو في اورغانيزي لا شوز ا بارتير بتات باسكو يفو ك جاتوند وين تكون فيه الليل هنايا. حنا المغرب عندنا سي 8:30 دي سوار، 8:30 دي سوار معناته بلس 5 اور اللي هي 1:30 عندكم، سي سا 8:05 وي 1:30. دونك سي بوسيبل ك غادي ندير لو في دارتيفيس او فات ا بارتير دو مي ماتان لو ديمونش. سو كي غات لو ديمونش غادي ندير لكم لا ريديفوزيون، جو لو في السبت في الليل باسكو لو ديمونش غادي نكون هنايا مجددا في واشنطن ا بارتير دو ميدي، سيتادير 5 دو لابيرميدي تاعكم لو ديمونش. غادي ندير اون كورس ا بي لو لون دو كيلكوز ارتير برينسيبال تاع واشنطن دي سي. تحيه الجزائر. اليوم ما كاش موسيقى بصح غادي نديرها، جو في ريكلي البروبليم تاع لي سبيكر. اي ا بيانتو ان شاء الله، نشوفكم يوم السبت في الليل ولا يوم الحد بكري مع الصباح. بارك الله فيكم، شكرا شكرا. بيانتو، الى اللقاء الى اللقاء. راني نسلم على كل واحد. يلا بارك الله فيكم. الاستقلال، الاستقرار، الاستقلال، نعم الاستقلال، لابد من الاستقلال، نجيبوا الاستقلال ان شاء الله داني، ما تخافش. لازم تكون عندنا العقيده وتكون عندنا الايمان باللي الاستقلال هو الاستقلال. دونك نقلع التليفون هذا، نقلعه من الاخر. اذا بارك الله فيكم، غنوري لكم بالخف كيس كي سباس اوتور. دونك سي سا، قلبت الكاميرا، هذه هي كنت دايرها هنايا. دونك هذا لو بارابلوي افيك لو شارجور سولير، غنوري لكم شويه قبل ما نتفارقوا ان شاء الله. اذا سا سي اون فيو تاع 360 دغري اوتور. هنا maintenant il y a quelques arbres. Maintenant, il y a le Parlement, Capitole. Ça, ce sont les bureaux des parlementaires. Comme tu vois, à la mat américaine. Et le seul drapeau étranger, ce sont les drapeaux de Jazair. Masha'Allah. Comme tu vois. Donc, bien comme il y a un autre. الريح، كان الريح طيح لي هذا البلاك. إذن هذو ما جو في فير دوتر جو في فيه وفات خليتهم في الدار، غادي نجيبهم. إذن راكم تشوفوا هذه بحيرة، هذه توريست جينيرال، هذا بلاصة معمرة، لكن لأنه سي لو كونفينمون دونك يا موان دو موند. شوفو يا ان باسان ارتيفيسيال، ها راهي تشمس بشبش، ساوج راهي تشمش في الماء، عايش على روحه. سا سي لو كابيتول، فوالا. إذن رانا هنايا، شكرا شكرا، بارك الله فيكم. اذا نشوفكم يوم السبت ان شاء الله، السبت سواء السبت ا مينوي ولا ديمونش ماتا ا 1:30 دو ماتا. جو بونس سافا اتر 1:30 دو ماتا باسكو ماتنون كو جي فيريفي المغرب، حنا نصلو هنا المغرب ا بيبري فيغ 8:30. دونك بعد صلاه المغرب ان شاء الله تكون عندكم الوحده ونص تاع الصباح، غادي نبدا معاكم لو في دارتيفيس. اياش وعليكم السلام، الناس راهي تسلم، جو ريبون تو سو كي راهم يسلموا. اذا غادي نقطع عليكم هذا المباشر، بارك الله فيكم، ونتشوفوا عن قريب ان شاء الله. اذا لو ديمونش ماتان ا 1:30 دو ماتان، اللي ما قدرش جو في فير اون ريديفوزيون، ولا نتشوفوا هنايا لو ديمونش à 6h de l'après-midi ou à 5h de l'après-midi تاع البلاد. OK، يلا بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، يلا باي 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 باي. شكرا 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 شكرا.
شوف راهم يوجدوا في الكازون تاع هنا تاني عندهم دي بريباراسيون بور لي فيت تاع لو 4 جويي هما لا فيت ناسيونال تاعهم لو 4 جويي حنا لو 5 فوالا allez bye bye على خير